اهلا بيكم النهارده في ريد وودز تري ووك، المكان في روتوروا. المكان عباره عن شجر عملاق جدا، شايفين الشجر عامل ازاي. شجر كبير قوي وعليه كباري بالخشب حاطينها على الشجر، فعشان كده هما بيقولوا تري ووك. الشجر هنا عمره لحد يعني 118 سنة. طبعا مش مسموح لنا ان احنا كمان نلمس الشجر، علشان الشجر بيتنقل له امراض، فان احنا يعني لازم نحافظ عليه. بس ان هم عاملين الكباري اللي بالخشب بالمنظر ده علشان نستمتع بمنظر الغابة الجميل بطريقة مختلفة. في هنا في الغابة حاجتين او اكتر من حاجه يعني، بس اللي هو المشهور قوي اللي هي الداي تايم، اللي هو وقت الصبح انك بنيجي نمشي على الكباري، فبتبقى بالمنظر ده. في بقى حاجه تانية ان هي بتبقى بالليل، فبيبقى في انوار كتيره في الغابه بتبقى متعلقه فوق في الغابه من فوق في الشجر من فوق، وهنا الانوار دي كلها بتنور، فبيبقى المنظر بيبقى رائع جدا. انا لسه هنا عند المدخل. طبعا في تعليمات بقى ان هنا مثلا الكوبري ده اكتر حاجه عليه 8 اشخاص، فلازم نبقى مخليين بالنا من التعليمات. طبعا هما يقولوا لنا التعليمات ويقولوا لنا كل حاجه. هنا الارتفاع تقريبا حوالي بيبتدي من 6 امتار لحد 25 متر فوق سطح الارض. فبيقولوا الناس اللي هي بتبقى يعني ما تخاف من المرتفعات اكتر، فبلاش انها تطلع اعلى. لكن في الاوبشن موجود يعني. دلوقتي انا همشي على الكوبري، تعالوا معايا. طبعا الناس اللي بتخاف من المرتفعات هيبقى صعب عليها، بس بصراحة تجربة ممتعة جدا، لان الكوبري معلق تماما، يعني مفيش حاجة ماسكة من تحت، هو تماما معلق على الشجر. المنظر بتاع الشجر والكوبري. في بقى اوبشن تاني، بس للأسف احنا النهاردة لقيناه خلصان. ده بيكون بنمشي على ارتفاع 25 متر، وكمان بيكون في حاجة اسمها زيب لاين. ده بيبقى مش عارفة اسمه ايه بالعربي، بس اللي هو بنتربط بحبل كده ونتزحلق من شجرة للتانية، يعني بنمشي من شجرة للتانية. او شايفين هنا وصلنا للبلاتفورم. كمان هنا الحاجات اللي في الغابة دي اللي على الشجر دي، الخشب دي بتنور بالليل، بيبقى المنظر رائع جدا، شكل الشجرة ضخم. فهنا اسمها ريد وود لان الشجر مدي على لون احمر شوية. الكوبري ده بيتهز اكتر، بس ما تخافوش يعني الكباري مثبتة كويس يعني. عاملين هنا كراسي صغيرة عشان اللي عايز يقعد بس يستمتع بمنظر الغابة والشجر. الشجرة دي كبيرة. وهنا منظر الهدوء. بجد رائعة، سبحان الله. نروح على كوبري تاني، وهنا ماشيين منظر الغابة. في ناس بقى بتقوم ان هي مش عايزة تمشي على الكوبري، بتيجي بس انها تتمشى تحت في الغابة عادي، يعني ده مجاني. لكن التري ووك دي اللي هي عشان الناس تيجي تاخد تجربة المشي على الكوبري، الكباري الخشبية المعلقة دي، الفاميلي بسعرها 89 دولار. الفاميلي دي مكونة من 2 شخصين بالغين و3 أطفال. السن من 0 لـ4 سنين ده مجاني. لو في حد جاي لوحده بالغ يعني ب$30 التذكرة.
هنا جينا عند منطقة أطول شجرة في المشية كلها، بعد ما طلعنا على سلالم وكانت ارتفاعها يعني حاليا تقريبا ده الارتفاع حوالي 20 متر أو أكتر ممكن، بس غالبا 20 متر. ده المكان من تحت، وهنا منظر الشجرة. عاملين حاجات حلوة هنا، ان هي عاملين فتحات في الديك او البلاتفورم عشان نشوف المنظر من تحت قد ايه. ازاز وهنا هندخل عشان نكمل بقية المشية، بس هنا برضو شوية معلومات. في نفس الوقت قايلين على ايه الطيور اللي موجودة هنا. هنا دي بومة اسمها رورو، دي بومة نيوزيلندي او مور بورك هي اسمها كده. طبعا المكان زحمة، في ناس. وهنا وصلنا لنهاية المشية في ريدوود فورست او ريدوود تري ووك. هنا منظر النور بيكون بالليل، المشية بتاعت بالليل بيكون ده المنظر بتاعها. عايزة بس اوريكم حاجة اخيرة، ده منظر الشجرة لما قطعوها من النص، بقى ضخمة. اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بغابة ريدوود او ريدوود تري ووك والمشي على الكباري المعلقة. استنوني فيديوهات تانية، مع السلامة.